سيدتي الرئيسة، أصحاب السيادة، السادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لأمثل بلادي فلسطين في الملتقى الدولي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، وأشكر لكم إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا الحدث الهام. إننا في فلسطين نؤكد التزامنا الثابت بالمواثيق والأطر الدولية المتعلقة بمواجهة الكوارث رغم ظروف الاحتلال التي تعيق مشاركة فلسطينية فاعلة في المجهود الدولي وتمنع تطوير البنى الأساسية للسلطة الوطنية بما فيه برامج الحماية المدنية، إذ لا يمكن أن يكون هناك تنمية ثابتة ومستدامة في ظل الاحتلال. وانطلاقاً من أن فلسطين معرضة للكوارث الطبيعية وبشكل دوري، ونخص بذلك الزلازل بحكم وقوعها على حافة الصدع الإفريقي الآسيوي، واستناداً إلى التاريخ الزلزالي للمنطقة، فقد أقرت السلطة الوطنية الفلسطينية التشريعات والقوانين التي تكفل ما أمكن إدماج مفهوم مواجهة الكوارث في خطط التنمية الحكومية. فقد تشكل وفقاً للقانون رقم 3 للعام 1998 المجلس الأعلى للدفاع المدني باعتباره الجسم الوطني المعني بتنظيم ومتابعة كافة الجهود الوطنية لمواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، ويمتلك هذا الجسم الصلاحية التشريعية بحكم القانون المشار إليه والصلاحية التنفيذية كونه مرؤوس من قبل معالي وزير الداخلية ويضم كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الشأن. ونعتبر أن نجاحنا في هذا المجال يعتمد بالأساس على مقدار التقدم في تطوير آليات التعاون والتشبيك بين كافة المؤسسات ذات العلاقة، سواء كانت الحكومية أو الأهلية، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات ومراكز البحث العلمي، كما أن جهوداً تبذل لرفع مستوى التعاون على المستوى الإقليمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة أمثلة عديدة على ذلك وبمشاركة فلسطينية فاعلة، كما أننا عززنا تعاوننا مع منظمات الحماية المدنية العربية ومنظمات الحماية المدنية في حوض المتوسط، وانخرطنا في كافة البرامج التي أقرت من قبل هذه المنظمات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج واسع لرفع الوعي المجتمعي داخل فلسطين يتضمن مجموعة من الفعاليات، والتي يقف على رأسها بناء فرق المتطوعين في كافة المدن والقرى مع التركيز على المناطق المحاصرة بالجدار والمستوطنات. إضافة إلى ذلك، هناك برنامج تدريب المرأة الفلسطينية لزيادة مستوى الإدراك لديها بطبيعة المخاطر المحلية، وهذا البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية والمراكز النسوية، حيث تم وضع إطار يضمن إدخال النوع الاجتماعي في البرنامج الشامل للحماية المدنية. كما أننا نفذنا وبالتعاون مع برنامج الحماية منظمات الحماية في حوض المتوسط برنامج تدريب وتوعية طلبة المدارس، واستهدفنا خلال العام الماضي 1000 مدرسة لطلاب الثانوية. سيدتي الرئيسة، السادة الحضور، إن محدودية الإمكانيات التي تعاني منها منظومة الحماية المدنية الفلسطينية تطرح أهمية وضرورة دعم مؤسسات مجتمعنا لنتمكن من إداء واجبنا الوطني في حماية أرواح المواطنين والقاطنين على أرضنا. وإننا إذ نؤكد هذه الحقيقة نتطلع لدعمكم ومساعدتكم. أخيراً، إن فلسطين رغم خصوصية وضعها تؤكد حرصها الشديد ودعمها الكامل للأهداف التي يمثلها هذا الملتقى الهام. شكراً لكم والسلام عليكم.